صباح الخير اسماعيل. صباح الخير اهلين. اسماعيل شو رايك في المسيره؟ اول شيء نبارك في هذا الحدث، اعتقد انه حدث مهم جدا، ونشكر الاخ خليفه اللي هو كان القائم على هذا الحدث، واللي هو كان البولدوزر اللي جمع كل هاي الشباب الموجودين هون لاقامه يوم رياضي ذكرى لتخليد ذكرى الجندي مجدي حلبي. طبعا الامور الرياضيه هاي تنقصنا في المجتمع، وكل مبادره من هاي النوع هي مباركه. اتمنى للجميع يوم ناجح، ويوم اللي يكون فيه وحده والفي صف بين جميع اطياف المجتمع. طبعا في عندنا مشتركين هون من دالية الكرمل وعسفي ومن بلاد اخرى، هذا يدل على انه عسفي ودالية الكرمل هن بلد وحده، بلد اجتماعيا تدمجن علاقات مستمره دائما. شباب عسفي مثل ميمون عزمي اسماعيل واشخاص اخرين كمان قاموا في مبادره انه يجيبوا معهم شباب من عسفي واجوا لهون يشتركوا ويشاركوا في هذا الحدث. نتمنى لجميع النجاح ويوم مبارك. شكرا لك اسماعيل.